احنا من عندنا البهائم اللي هي البلد الصغيره دي، البلد البقر البلدي ده، وجه الناس بتوع الزراعه قالوا هنجيب لكم بقر من اللي هو المستورد. جبنا البقر المستورد ده واستلمناه من شهر كده، وبدا يولد اليومين دول، وهو فرق في اللبن بين ده وبين ده فرق كبير يعني. البلد عندنا احنا من 5 كيلو 6 كيلو، وده من 8 في الطرف الواحد، من 8 كيلو ل 12 كيلو. يعني يومين بتاع 20 كيلو 25 كيلو لبن. والبلدي بتاع 12 كيلو 10 كيلو، يعني فرق كبير بين ده وبين ده. المكسب كده هيبقى 100%، بس مع الاستمرار بقى العمل، احنا لسه مسلمين جديد من شهر، ما يبانش المكسب دلوقتي، بس هو المكسب باين يعني من الاول. ان التوقعات اللبن زايد طبعا، اللبن اللي هو بتاع البهائم المستورده زايد عن اللبن البلدي. وانا عندي هنا عنابر بلدي وعندي عنابر مستورده، اللي انت شايفه انت قدام منه كله ده مستورد. انا ننصح الناس كلها ان هي تتجه لوزاره الزراعه تستلم بهائم المستورده مع رعايه من وزاره الزراعه. يعني وزاره الزراعه تراعي مع وزاره الزراعه تراعي البهائم، الناس بتعرف تتعامل مع البهائم دي. البهائم ديت مش زي البهائم بتاعتنا. عاوزك مكان مفتوح زي اللي احنا فيه ده كده، ما ينفعش مكان زراعي تحت البيوت، عاوز مكان الشمس تشوفه بنفس التصوير اللي انت شايفه ده. طيب لو تعمم الموضوع كله كده، ان شاء الله هيبقى في عندك لبن زياده، والدوله تعمل مصانع باقي اللبن الزياده ده. استلمت 3 عجلات براوي، ماشي، عجلات حلوين يعني، مش وحشين، عجلات كويسه، فده هم احسن من البلدي اللي عندنا، ماشي، ونتائجهم احسن من البلد. انا رحت استلمتهم عشان ناخد من وراهم عيش ويجيبوا لي خير ويجيبوا لي نتائج اعلى. الطب البشري متواجد هنا على طول، من يوم ما استلمت هم كل بتاع كم بتاع 5 شهور بيجوا ياخدوا عينات دم هنا، البروسيلا والسل والكلام ده كله. السلالات دي سلالة سيمنتال، عالية الإنتاجية في مزدوجية الغرض، عالية الإنتاجية في اللحوم والألبان. طبعا بتيجي عجلات عشار من عمر 6 شهور ولغاية 9 شهور. طبعا المربي بيستلم العجلات في بتبقى في 6 شهور، في 7 شهور، في 8 شهور، عشان يعمل معاه سينكرولايزيشن، ان ممكن دي تولد دي في الوقت ده بتكون بتحلب، فبيستفيد ان هو دايما على مدار السنة في انتاج لبن مستمر. انتاجها بتبقى من 25 ل 30 كيلو في اليوم لبن. ومعدل تحويل اللحم بيبقى عالي، معدل التحويل عالي في اللحوم. بنهتم بيها بيطريا، اول حاجه اول ما بتوصل قبل ما توصل بيحصل لها في الحجر البيطري، بتاخد تحصيناتها في الحجر البيطري، تحصين ضد الحمى القلعيه والوادي المتصدر. بعد كده لما بتدخل، اول ما بتدخل بتاخد حاجه اسمها ترقيم وتسجيل، ترقيم وتسجيل محلي، وبتسحب عينات منها سل وبروسيلا، فحص ضد مرضي السل والبروسيلا، لان يعني طبعا دي جايه بغرض شرب اللبن وغرض انتاجيه اللبن. فالمرضين دولت السل والبروسيلا هم المرضين الشائعين في امراض الالبان اللي بتتنقل بين الانسان والحيوان. كمان بنامن عليها، اول ما المتعاقد او المستفيد بيستلم جواب التامين بتنزل لجنه بتامن عليها، على اساس لو قدر الله حصل اي نفوق او اي امراض بيبقى في مبلغ تعويضي خاص بالتامين عليه. احنا استوردنا لغايه دلوقتي حوالي 1000 عجله عشار وتحت تلقيح، اللي هما ثنائيات الغرض السمنتال والدبل بيربس. ابتدينا نسلم كان في شهر 2، كان اول تقريبا 200 عجله عشار، ووصلنا للتسليمات لغايه دلوقتي لحوالي 600 عجله عشار، وان شاء الله جاري التسليم بعد كده. الحمد لله. طبعا طبقا لتوجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي احنا لازم نطور سلاله الانتاج الحيواني في مصر. العجول اثبتت جدارتها عند الفلاحين اللي استلموها، يعني في عجلات بالفعل خلاص ولدت العشر بتاعها وبقت تحلب، والفلاح والمربي ابتدى ياخد باله من الفرق، فرق الانتاج بتاع الالبان، فرق حتى شكل المولود اللي اتفرق، اللي فرق معاه يعني عن المولود العادي، وده المستهدف بتاعنا ان شاء الله. احنا وفرنا تمويل ان المبادره نفسها تبقى قائد التنفيذ في العجول العجلات العشار. يعني الموضوع كان عباره عن العميل بيتقدم للبنك ان هو عايز يستفيد من المبادره. المبادره بقى شكلها ازاي؟ ان هو بيقدم مثلا عقد الايجار بتاع الحظيره او ملكيته الحظيره ورخصه التشغيل بتاعته وايصال المرافق بتاعه، ونبتدي احنا ندرس العميل ائتمانيا، وبعد كده بنوافق عليه، نديله الموافقه بتاعته ان هو سواء كان اخذ 3 رؤوس 4 رؤوس 5 رؤوس على حسب قدره العميل نفسه في السداد، وبيبتدي يستورد الرؤوس دي ويبتدي يستلمها من خلال ارض الخير.